برنامج صحتك نلقاكم من خلال مشاهدينا الكرام على قناة البلاد. مواضيع مهمة، ضيوف جدد. سيدنا ربنا الحشاه. نعم. احنا في لاليمونتاسيون، في لاليمونتاسيون قلنا من بين المأكولات اللي تولد الكولون ورايحة تضاعف تعطي المضاعفة تاع الكولون، قلنا هي الإفراط في السكريات والإفراط في الليبيدات يعني في الدسم، والإفراط في حاجات واحد أخرين مثل ليزيبيس يعني التوابل. نصائح عديدة. لازم 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 اون هيجين دو في، لازم طريقة عيش سليمة، طريقة تعيش فيها حركة دائمة، لازم الإنسان يتحرك. أول شيء فو إيفيتي لا شالور، يعني في البيت وين ساكن ما يديرش بزاف الشوفاج، يعني تكون سخانة كبيرة بزاف، هذه أي في. وفقرات متنوعة. مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من فقرة كل بصحتك. يحتوي الفريك على الكثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم،